انه هون نحكي كعراقيين. تفضل. الجنوب، انا ابن الجنوب وانا ابن المرجعيه واعرف شنو افكارهم وشنو تفكيرهم، وانا فعلا ما بين العراق والايران. الشيعه الوسط والجنوب بالخصوص الوسط عندهم التظاهرات عدة مرات ويجون ياخذون منهم، اكو هناك فصائل تو يعني وعي، والناس الفقراء البسطاء اللي يودوهم للحشد وكذا باسم المرجعيه والفتوى. لا يخفى عليكم، احنا نذكر انه هي المرجعيه اللي باركت بالدستور وبعدين تنصلت عن الدستور، المرجعيه اللي ما وقفت الى جانب السنه وكلام السيستاني المشهور انه احنا ما دام الحجه ماكو لا قيام جمعه ولا قيام حرب، وخلوا السنه لوحدهم واحتل الامريكان وانا عندي هواي ادله وهم شويه اخاف احكي. اثنين، انا اريد اقول للشيعه اهلنا واخواتنا وكل العراقيين خلي يحجون باسم العراقيين، حسوا يا عراقيين، انت اي واحد يا عراقي لو تجي لو تسال كل الدوله من رئيس وزراء حيدر العبادي الى اي واحد يقول له ابويا الدوله مالتك شنو، يقول لك فازه حرامي مخش يعني هم صحيح. وبعدين هي نفسها المرجعيه يقولون لا تنتخبون الفاسدين. زين انت قاعد شنو؟ قاعد تشكل نفسك، انت باكر يوم القيامه يا عراقي مشكوله بنتك. وانت يا شيعي يعني عندي فدشكم روايه عن علي عليه السلام يقول رحم الله امرئ احق حقا ومات باطلا ودحى رجورا واقام عدلا، وقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما تكون تولون او كما تكون يولى عليكم. يا عراقيين انتوا بيدكم، وعلي عليه السلام يقول كونوا مع المظلوم عونا وعلى الظالم خصبا.